السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجمعنا وياكم خير وارضاء. اجتمع وياكم في هذا المساء الجميل لإقبال مناسبة زواج الشاب العايض الأحمد على ابنة أخونا إبراهيم مبارك آل مبارك. حضرنا مشاركين ومباركين الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لزوجهم وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير وسلامة الجميع. حياكم الله. الثانية أن الضيوف علينا وكرام العزاز، لكم حق واجب الضيافة، وباسم الموجودين من ربعي الحاضرين وبع الغايب لكم وجبة عشاء إن شاء الله بكرة، نقولها محبة وتقدير، وأنتم تستاهلون وأنتم ضيوف علينا. سلامة الجميع. أنتم ضيفان في الوقت الحاضر، لكم عندنا واجب، نبغى الواجب تستقبلونه، والذي باقي في الطريق فكل شيء علمه لله سبحانه وتعالى، ونطلب الله ثم نطلبكم توافقون على طلبكم. مرحبا مليون الشيخ أحمد وربع، أعزائي الكرام، ما قبلت وظيفتنا. الله يستوي وبيض الله وجهكم جميعا. الله يسلمك. انتهى الكلام يا شيخ احمد، انتهى بيض الله وجهك. من فينا فرصه يا شيخ احمد، لكن هذه بهذه وكسر الله خير الجميع. تفضل تفضل تفضل. الله يحييك. تفضل الله يحييك. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على النبي القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم أما بعد، وصلتنا دعوة كريمة للشيخ عاير، نحن زملاء في المعهد العلمي، حضرنا ملبين مشاركين وداعين له، نسأل الله جل وعلا أن يبارك له وعليه وأن يجمع بينهما في خير. ومعنا عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى، إنه كثير يستاهل، إنه قليل يسمنه المحبة والأخوة. هذا داعي وصولنا وسلامتكم. حياكم الله. عندنا واجب، الواجب يفرض نفسه، نطلب الله ثم نطلب، يعطينا غدا بكرة عندنا. ومرحبا ألف. الله يسلمكم. تعلمون الإجازة وظروفها، وكل جاي من ديرة بعيدة، تقديرا واحتراما للشيخ عائل، والله ما يكتبنا إلا عشاء هذه الليلة. سلامتكم. فرصة يا أبو الله يكرمكم. الله يكرمكم زي ما تقدم. الله يوفقكم. حياكم الله. مرحبا يا مرحبا. حياكم الله جميعا. حياكم
الله على كيف كيفك. جيران ابو امجد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاستغفر الله واتوب اليه، اني تقدمت منه اعلى مني مكانا، واصغر مني سنا، وافصح مني لسانا، لا يخفى على جمعكم الغالي، لقد تلقينا شرف الدعوة من الشيخ عائل بن محمد الاحمري، بمناسبة زواجه هذه الليلة، مشاركين ومباركين، ونقول مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك الله عليهم وجمع بينهم في الخير، فنسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة وأن يجعلهم من حفظت كتابه الكريم بارين بوالديهم مجاهدين في سبيل الله. نعتذر من بعض الشباب ما حضروا معنا نظرا لظروفهم، عندهم ارتباطات وزواجات، ولا يخفاكم شيء في الأمر ذا، وصولهم منه سلامة وعلى الله. حياكم الله. السلام عليكم. السلام. حياكم الله. حياكم الله. استاهل يلا حيهم يلا حيهم سلام الرحمة اربو سلام الرحمة يلا حيهم بيبسي
ما عاد معك هل. سلام كويس يا هذا السنة كذا توثيق ما أتبع هذه الأمور اللي فيها يا ذكر الله يا ذكر الله أبو همس الحب كله الله الحب عندك إن شاء الله يا ربي حبيبي.